صباح الخير، ازيكم؟ انا النهارده جايبه لكم تمساح احنا ما صورناش بيه حاجه قبل كده. طبعا كلكم عارفين التمساح حاجه يعني غنيه عن التعريف، بس انا حبيت ان انتوا تشوفوه على القرب. ده التمساح النيلي، طبعا بيعيش عندنا ورا السد العالي بكميات كتيره جدا واطوال مختلفه، في بيوصل ل 9 متر. طبعا مش هقدر اقول ان هو اليف جدا، لا هو شرس جدا. ده عنده 110 سنه، انياب كلها، بيتغذى على الاسماك. طبعا شكل تحفة، نقول ايه، خلق فأكل.